ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور محمد حمدان المطيري، استشاري القلب والقسطرة التداخلية للقلب والشرايين من دولة الكويت، ورئيس الجمعية الخليجية للقسطرة. في البداية أحب أوجه الشكر الجزيل لمؤتمر كارديو أليكس على هذه الاستضافة، وأيضا إعطائي الفرصة لإبداء بعض النصائح العامة للجمهور الكريم. نحن هنا اليوم نتحدث عن مرض العصر، وهو مرض تصلب الشرايين. هذا المرض يؤدي سنويا إلى حدوث العديد من جلطات القلب والوفيات على مستوى العالم. وفي منطقة الشرق الأوسط هذا المرض موجود بكثافة عالية لعدة عوامل، منها طبيعة الحياة وعدم الحركة، وأيضا زيادة السمنة والدهون الثلاثية، أيضا لشيوع مرض السكر وضغط الدم وعوامل أخرى. في هذا المنبر أوجه نصيحة إلى الجمهور الكريم باتباع بعض الخطوات للحد من خطورة هذا المرض، من بداية من الأكل الصحي المنتظم والرياضة المنتظمة. على الأقل الإنسان يمشي يوميا أو على أقل تقدير 3 أيام بالأسبوع. أيضا مراجعة الطبيب عند الشكوى من أي آلام بالصدر. كذلك مرضى السكر يجب عليهم أن يتابعوا بانتظام طبيب السكر، حيث تبينت الدراسات أن بالإمكان الحد من خطورة مرض السكر إذا اتبعنا نظام دوائي جيد وقللنا من ارتفاع نسبة السكر. في النهاية أتمنى لكم الصحة والعافية وألا يحدث لكم أي مكروه. شكراً.